حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه والملائكه تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته او يحدث